السلام عليكم. عليكم السلام اخي فضيل، كي داير لاباس؟ كيف الشيخ؟ الله يفتح عليك. امك هنيه؟ صح الحمد لله. سلام بس. احبك في الله. احبك الله يحسن فيك. الله فيك. كيف حالك؟ في نعمه الحمد لله، بارك الله فيك. الله فيك. نبدا ان شاء الله. ها؟ نبداو. كما تريد يا فضيل الشيخ. بسم الله. بسم الله. اي مكان، اي مكان لقدامي تمدد فيه ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله. الحوت جدد أهلس بسم الله. بالنسبة لأنس و تنسلم ويدرون عايز بسم الله. سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته والتابعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا باركا فيه، ونساله سبحانه جل في علاه التوفيق والسداد. لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا على نعمك وعلى جودك وفضلك، نحمد الله سبحانه الذي جعلنا منارة للبر والشفاء والخير، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول، ونسأل الله جل وعلا الصدق والإخلاص في القول والعمل. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياكم الله. حياكم، حياك الله. أحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وزادكم الله تعالى حرصا. لقد تغير عبد الله كثيرا. ما هي أمور تغيرت فيه؟ أصبح ملكا في العبادة، شامخا في العبادة. أصبح شامخا في العبادة بعدما كانت تحيط به التعطيلات. أصبح شامخا. أصبح بفضل موثقا في العبادة. نعم. وصدق وإن اعترفتم أنكم أنتم من يعطل العبادة حتى لا يتقوى. وأسلمتم لله وعاهدتم الله تعالى أن يتقوى في العبادة، والآن أنتم تقرون أنه أصبح صادقا قويا في العبادة بفضل الله تعالى، وهذه نعمة ومنة من الله تعالى، فجزاكم الله الجنة. إذن الأمر الأول الذي تعاهدنا عليه هو أن يصبح بفضل الله تعالى شامخا في العبادة، أن يكون بفضل الله موفقا مسددا في باب العبادة. نعم. بتوفيق الله عز وجل. نعم. والحمد لله الآن أنتم تقرون وتعترفون بهذا. نعم فضيلة الشيخ. وهذه نعمة ومنة من الله جل وعلا. نعم فضيلة الشيخ. الحمد لله. ما هي الأمور التي تحسنت؟ بالنسبة للأمور الأخرى نحاول أن نساعده، لكن الأمر ليس بيدنا. طيب، بالنسبة للأمور الأخرى الأمر ليس بيدكم، كيف ذلك يعني؟ الأصهار عنده كثيرة جدا جدا. طيب، الأصهار عنده كثيرة جدا جدا. طيب، خير. والعقد أيضا كثيرة. والعقد أيضا. على قلبه وعلى إرضه وعلى قبله وعلى دبره. على قبله ودبره. وعقله أيضا. وعلى عقله عقد كثيرة. نعم، نحاول أن نساعده كي يتخلص منها. طيب، كيف حاولتم؟ ماذا صنعتم حتى أفهم بإذن الله جل وعلا؟ حاضر فتى. نقول لك يا فتى الشيخ. تفضل. عبد الله
منذ الجلسة السابقة نعم تغيرت 180 درجة. جميل. قمنا بمساعدته بفضل الله عز وجل. طيب. أن يقرأ سورة البقرة يوميا. طيب. بعد صلاة العشاء. جميل. والحمد لله. كان حتى أظهر خيرا. هذه الأمور التي تتحدث عنها الجن الآن كانت معطلة، كان يحاول لكن كان ثقيل عليه وشاقا. نعم، كان مسكين. طيب. أصبح الآن أيضا يقرأ سورة البقرة كما قلت. بدأ الآن الحمد لله بدأ مشروع حفظ كتاب الله الكريم. الحمد لله رب العالمين. أصبحت نفسيته إلى حد ما الحمد لله رب العالمين. جميل جيد الحمد لله رب العالمين. طيب. هو ما دمنا قاومنا رغبة الأشرار في جسده على ممارسة العادة السيئة. كنا نقول له هذا الذي كنت سأسأل عنه كان يفعلها وكنا ننصحه لله عز وجل بأن لا يفعلها لأن ذلك سيقوي الكفار عليك كثيرا. بمعنى أنكم ساعدتموه في الإقلاع يعني العادة. طيب جميل. وطلبنا منه المسامحة. وطلبنا منه المسامحة. ويوميا كان يسلم العبد كثير بفضل تلك التلاوة التي كان يتلوها يسلم الكثير. نتقوى نحن ويضعف الكفار فندعوهم إلى الإسلام. جميل. إذا أنتم بفضل الله تعالى سرتم سيرا طيبا في هذه الفترة. نعم فضيلة الشيخ. والأمور أصبحت واضحة. على أرض الواقع يجتهد في الطاعة وكذلك توقفون الفواحش والمنكرات. نعم جميل صحيح. وفي نفس الوقت تحاولون بفضيلة تعالى فك العقد. نعم. أنا عندي سؤال الآن. نعم. كيف هي نفسيته مع زوجتي مع زوجي؟ هذا أمر لا بد أن يعلم. كنا نبحث عن سر عظيم فوصلنا إليه وهو أن سبب التعطيل في الجماع وسبب التعطيل في الإنجاب تبين أنه يرجع إلى جنون الشياطين واعترفتم وأسلمتم فحلت العقد فأصبح الآن فضلت موفقا في الطاعة كما اعترفتم وكذلك تحسنت حاله بفضل الله تعالى. لكن سؤال وأقلع قلتم أنتم ما كان يأخذ إلى عادتي سريتي والآن بفضل الله تعالى لم يرد يراها أو يمارسها. الآن سؤالي كيف حاله مع الزوجة؟ لأن هذا هو أمر الجماع لا زال معقود. والنفسية كيف هي؟ النفسية كما قلت لك سابقا نسبيا تحسنت. الرغبة الجنسية لم ترجع إليه. لا زالت معقودة. قلبه مقبوض جدا. طيب. مكان المتعة ومكان التردد مقفول جدا جدا. فهو لا يميل إلى زوجته ولا يحس بأي شيء. لا يميل إلى زوجته ولا يشعر بأي شيء. نعم. طيب فتحتم باب الطاعة والعبادة لكن لا زالت العقد على القلب والعورة. تماما على العورة وعلى وعلى قلب الإحساس. نعم على عقله أيضا. على عقله على عقله قلبي وعلى عورته. ونقول كفة الشيخ سرا أيضا آخر. طيب تفضل. لديه عدد كثير 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 لا يحصى يعني إذا قلت عبد الله هو مكان استقرار الجن. لكثرة الأسعار مرت عليه. نعم الجن كثير لدرجة أن نحن تعبنا من كثرة الصحراء الموجودة في جسده. طيب خير إن شاء الله تعالى. فاسمع واعلم كنت حمو وكان التمساح وكان معك من الصحارة والكفرة والعاشقة والحية أريد
مساعدتك فضل الشيخ. طيب أبشروا بالخير. أريد مساعدتك على محاربة الكفار. أبشروا بكل خير. والله الذي لا كنا ننتظر هذه الجلسة على أحر من الجمهور. كنتم علي هربا. والله الذي لا كنا ننتظر هذه الجلسة على أحر من الجمهور. أبشروا بالخير. نريدك أن تساعدنا. طيب أسلمت لله تعالى. نعم أسلمنا ومستعدين للشهادة في سبيل الله. نريد بإذن الله جل وعلا كما أصبح باب الطاعة مفتوح وموفق أن تكون كذلك كل العقد التي عليه مفتوحة بإذن الله تعالى وتلك حتى يشعر بكل شيء جميل في نفسه وزوجه ومن حوله ولينهب بالحياة الطيبة المباركة مع زوجه ونفسه. أنتم الآن جد من جد الله عز وجل. نعم. فنحن منصورون بإذن الله تعالى. نريد أن نسترد له. بإذن الله. بإذن الله أبشر بالخير. سوف يرجع الله له قوته وطاقته وعقله وحسه وإحساسه وشهوته وأنفاسه الطيبة المباركة بإذن الله تعالى. وأيضا سامحني على مقاطعتك فما زالوا يضايقونه في الصلاة ولكننا لا نساعده نقول اثبت اثبت لا عليك. يضايقونه في الصلاة كثيرا ولكننا نقول اثبت لا عليك. يثبت الله سوف يثبت وإياكم قل آمين. فالآن بإذن الله تعالى سنبدأ على حصول عقد العقل والرأس ثم القلب والصدر ثم الأوراق. فأنا بإذن الله أبدأ إن شاء الله تعالى وأنتم كذلك تبدأون بإذن الله تعالى. ماذا تريد يا العلم؟ بإذن الله تعالى نبدأ من خارج البدن وأنتم داخل البدن على كل ظالم تاجر لا تستطيع لا زال مختبئا أنتم وجنك لا تستطيعون. طيب سنقاتل بإذن الله تعالى كافرا فاجرا مكابرا معاندا عطل عليه الفراش السنين الطويلة الطاعة والعبادة وأورثه الذل والمهانة والعبثية. أسلموا لله تعالى فأوقفوا العادة وأصبح يطوف بين يدي الله تعالى في محراب والقرآن والرقية والبقرة التي كانت عليه عسيرة والشاقة أصبحت سهلة يسيرة بل تحبب إلى قلبه بإسلام الأسلم من الجن الذين كانوا أعداءه والواصل السيرة نحن من أسلم الله تعالى حتى أصل الكبار على عقله ولبه وفهمه ثم على قلبه وصدره ثم على سعته وعورته. قلت كبار سلام يا ربي تعالى سمع القرآنات تناسب الكبير والكبير والكبير في العقل ثم في القلب ثم في العورة. نبدأ بإذن الله جل وعلا وانظروا بدأنا والبدل موحد والذي يلقيه مؤمن موحد فأصبح أهل التوحيد قبلة في الله أسلم الله تعالى اتباعا فصارت أمة موحدة بفضل الله تعالى فأصبح يقوى على القيام وتلاوة القرآن فهو ينهون عن المنكر والآثام فلا يقب عادة بفضل الله تعالى. ذكروا الكفر هكذا قالوا من قبلكم يكفر ثم أصبح يقول جزاك الله خير نحبك يا شيخ سائدنا فلا بد أن نصبر. هكذا كل شيطان يقول أكرهك لكن بعد يقول أحبك وأواليك وأنصرك والحمد لله رب العالمين. عبد الله يحبك الحمد لله لكننا نحن نكرهك ونكرهك. طيب أبشروا بالخير. حب أسلم لله تعالى والكبار أسلموا لله جل وعلا وكلما ارتقيت وصلت إلى من هو أشق لا تستطيع وأقوى لا تستطيع وأعتى لا تستطيع يا من معي إذا من معي بسم الله خذ من جحرك ومن حصنك من معي من معي لن أقول لك مع من معك. طيب إذا لم تقل بمحض الإرادة سوف تخبر وأنت مكره مضطر مع العذاب. فئة مسلمة وحدت ربها مؤمنة خيرة أعلت ذكر الله في قلبه في عقلي فأطاع الله في قلبي وعقلي نعم مسدودان مقفولان عصبة حل الذي فتح القلب لذكره وفتح القلب لعبادته
سهل ويسير علي أن يفتح العقل والقلب لأمة أخرى، فأعظم شيء عند الله وحبه ودينه صحب له. فدنا واقترب من مولاه بما يحبه سبحانه. نحن عاهدنا الصحراء على أن لا يلد ولا يجامع. عاهدتم الصحراء أن لا يلد ولا يجامع ولا يحس بأي شيء ولا يشعر بأي شيء. الأمر ليس عهد وأنتم على العهد. نعم. ونحن ورب العزة على العهد أن نخلص بإذن الله ما استطعنا بتوفيق الله لنا الموحد من الإنس والجن، والموحد من الإنس والجن من رقاب الصحراء. كلامك كسر. اسمعها مني. نحن الآن وسط قاعة تحيط بنا جدران، لكن مع رب عظيم. رب عظيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يجلي لنا ربنا سبحانه النصر والتمكين والتأييد والعزة بكلام سهل يسير. يسرنا القرآن للذكر فعلمنا. يرمي وروح القدس معه. نرمي وملائكة الله تؤيد. أنا ملك من ملوك الجن. أنت ملك. أنا ملك. طيب جيد جيد. أنا نصراني. اسمي فيليب. فيليب فيليب. اسمك فيليب. نعم. ملك ملوك النصارى. نعم. طيب بماذا ختم فيليب؟ هيا. لن تفهم لماذا أنا هنا. لن تفهم. أنا أريد أن أفهم. قل ربي زدني علما. هيا. أنا هنا لكي أنهل علما وأفهم وأفقه. عبد الله. طيب تفضل. أقولك حقيقة. هيا. صدق أو لا تصدق. طيب أبشر. تكلم. عبد الله الذي أمامكم. الذي أمامك. نعم. كان بالنسبة لنا نموذجا أسسنا فيه مدرسة لتعليم السحر. طيب. لجميع الشياطين والسحر. طيب. فكل جني أو كل إبليس أراد أن يتعلم السحر كان يأتي إلى هذا الجسد. أيوة. لذلك العدد كثير هنا من السحر الذي يتعلمون السحر في جسده. طيب. هذا بالإضافة إلى أسحار الإنس. طيب. هذا ما يتصدق. طيب اسمعني فيليب، أنا لا يضرني هذا الكلام الذي قلته الآن عادي جدا، أين المشكلة؟ هذا كلام عادي. ابقى معي خطوة خطوة حتى نصل إن شاء الله إلى الحق. أنت فيليب. طيب أنت فيليب. نعم. كيف سكنت هون؟ أنا أيضا لدي مملكة هنا في جسدي، مملكة خاصة بي. طيب جميل. أنا الذي أعلم الطلب، الذي طلب أعلمهم السحر أيضا. في بدني. نعم. جميل. كم سنة أنت فيه؟ سنوات عديدة. كم سنة أنت فيه؟ عقد. أكثر من عقد. ها؟ أكثر من عقد. طيب أكثر من 10 سنوات. نعم. ماذا صنعت في هذا الجسد؟ لا نعرف ماذا نفعل ذلك، كل ما نعرف أن نعلم الناس السحر فقط. طيب ما جاء بك إلى هذا الجسد؟ سمعنا بأن هناك مدرسة في هذا الجسد لتعليم السحر، فأتينا إلى هذا الجسد. سمعتم أن هناك مدرسة في هذا الجسد، فأتيتم إلى هذا الجسد. نعم. طيب. سمعتم أن هناك مدرسة لتعليم السحر فجئتم. نعم. كم سنة أنت فيه؟ قلت لك أكثر من عقد. ولست وحيد، هناك ممالك كثيرة في رأسي. ممالك كثيرة. أنت في نقصان. أقسم بالله الذي لا إله إلا الله أكذب عليك. طيب أنا معك. ممالك كثيرة في رأسي. تعبت في رأسي. أنت في لب نصراني. نعم. مسيحي. نعم. ها؟ أؤمن بعيسى عليه السلام. تؤمن بعيسى عليه السلام. نعم. أنت فيليب نصراني. أريد أن أسلم. ما
ما رأيك؟ طيب والله الذي الأول دون أسلم. طيب ماذا صنعت لهذا الرجل طوال هذه طوال هذا العقد من الزمن؟ وأنت في ماذا صنعت له؟ ماذا تسببت؟ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ولا أكذب عليك. لا نعرف ماذا نفعل في هذا الرسم. طيب. كل ما نعرف أن نعلم الناس نعلم الجن السحر في هذا الجسد. هو مركز للسحر. كل من أراد أن يتعلم يدخل إلى الجسد. كان جسده مفتوحا. فضاء مفتوح. طيب كيف من عرفك بهذا الجسد حتى أتيت إليه؟ السحر فيما بينهم تداول المعلومات. فيما بينكم. مدرسة لتعليم السحر توجد في جسد فلان بن فلانة. في جسد فلان بن فلانة. في مكان فلان بن فلانة. نعم والله الذي لا. أنا أقول لك لماذا؟ نعم. ينشرون هذا الخبر في الأثير وفي الفضاء وفي عالمهم بناء على كثرة الأسحار التي تعرض الإنسان، وبناء على كثرة السحرة الذين الكبار في البدن بدل الإنسان ما من البشر، فتطير الأخبار في عالمهم تخدم توافق رغبات السحرة حتى يقهر هذا البدن، فيطيرون طائرانا ويأتون إلى هذا البدن من جهة يتعلمون السحر ومن جهة يخدمون السحر الموجودون في بدن الأسحار كثيرا، وبالتالي تزداد الحالة شدة ومحنة وتعقيدا وظلما وظلاما وأمر عادي جدا، فيصبح كل ما إله وجود خدام وكل سحر له أتباع في البدن. نعم. فيحير صاحب البدن حتى وإن كان صاحب هالة في إيمان أو صاحب قوة في بدن أو صاحب عزيمة فعل ومال، لكن يصبح عنده شيء أقوى منه هالة وقوة. نعم. إما يجعل له في أمره عجب. إما في باب الإقبال أو الإدبار مع الله أو مع العمل والعبادة أو مع الزوج أو مع النساء، وأحواله تصبح فيها اضطراب كثير. صحيح. وهذا ما يأخذ الناس أولو العقول إلى الأطباء النفسانيين أو إلى العزلة للناس. صحيح. أو إلى أشياء أخرى كثيرة جدا جدا. صحيح. صحيح. وهذا يجري لك لماذا حمو صعد وصعدت معه ثم صعد الآن القان قال أن من معي؟ فيليب. ملك نصراني. ملك نصراني فيليب، نعم. وهناك ملوك أخرى في الجسد. وهناك ملوك آخر في الجسد. عادي جدا، هذا أقول لكم اصبروا، فالارتقاء في العلاج يكون بفضل الله بشر بالخير. ولهذا أعطيتك السر الآن. الآن دليل حمو الذي أسلم وقبله أسلم هو أنه أصبح يقرأ البقرة في القيام، ما كان يستطيع قراءة البقرة في القيام. أصبح الآن تأمره الجن بالمعروف مع المنكر. أصبح لا يستطيع أن يرى المقاطع الخلاعة أو العادة السرية. يعني هذه كانت تعطيه قوة وحصون لشياطين السحرة. فيتغذى ويرعى شقائه والجان. فأصبحت الفئة المسلمة الآن غالبة تأمر ما استطاعت إلى الخير. بفضل الله. وكلما ارتقينا وأسلم كبار كلما تقوت حالة البدن في الخير، كلما ارتقت بفضل في العلاج إلى الخير. ولا بد أن يفهم الناس هذه المبادئ وهذه المعالم حتى يكون الشيء تاما، فلا يستأجر الشيء قبل أوله يبتلي بالحمارين. أنتم لا تعلموا منظومة الجن ومراتب الجن وملوك الجن وقوة الأسحار وكيف التقوى التغذى من طاقتك وهالتك ومن جسدك أو حتى في المنام. أي أشياء كثيرة جدا ويجب أن تستوعبها العقول حتى تصل للشفاء التام، فقط خطوة خطوة بإذن الله عز وجل. طيب فيليب، جزاك الله تعالى خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. طيب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. وعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان. وعاهد الله أن أكون مخلصا صادقا قويا في شفائي في شفائه ودوائه ونصره على أعدائه. اسمعني فيليب. نعم. سمي نفسك اسم مسلم. سأسمي نفسي إبراهيم. الله يا الله. نأخذ دروس من الجن. نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الهدى والنور من اليوم بإذن الله جل وعلا، وسيكون هناك تغيير من ناحية العلاج،
كل من يأتي الآن ويضع قدمه في مراكش لن يكون العلاج كما كان في السابق، سيكون موازاة بين العلاج هنا والبرامج التي تؤخذ في البيت وبرامج مكثفة داخل المركز بأنواع العلاجات حتى يكون العلاج سريعا بإذن الله تعالى داخل في الدار بإذن الله من الآن بإذن الله من الآن يعني إن شاء الله تعالى هذا ما نعاهد الله عليه أن يكون موفقا سهلا يسيرا في العلاج إن شاء الله تعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والأمر سهل إن شاء الله تعالى. طيب أبشر بالخير. طيب في هذا أسسنا القاعات يعني حتى تكون إن شاء الله تعالى يعني بقوة، ونحن لن نتأخر في علاج الناس إذا استطاع الأمر أن يؤسس له في جانبه بجواره في مكان قريب ما هو يوافق فأوازي بينه، ما نحتاج إشكال. المشكل هو في أن لا يكون هناك فهم، حينما نفهم يكون قبول وإجابة ومحبة وخطوات كن ثقاً وخيكون السلالة ديال القرن ديال الألف عام ديال أكثر من ذلك، هناك فهم يدكها ويهديهم الله تعالى ويأتي بهم إلى دين الحق ودين الإسلام. فيليب إبراهيم عليه السلام كان أمة، فأسأل الله أن تكون مثله وتسرع سيره وأن تكون إن شاء الله تعالى أمة. كنت نصرانيا قويا، السؤال الآن ماذا صنعت فيليب لهذا الرجل؟ ماذا كنت تصنع فيليب الملك النصراني؟ ماذا كنت تصنع لهذا الرجل؟ ماذا صنعت؟ شنو عملت لي؟ أقول ما بصدق تكلم لست واحد، كنا عليه كان إنسان بدون روح، كان إنسان بدون روح باختصار، يعني لا هو في عالم الإنس ولا هو في عالم الجن، يعني لا هو في عالم الإنس ولا هو في عالم الجن. نعم. بمعنى كان تائها تلك الروح التي خص بها الله عز وجل الإنسان كانت مطموسة غائبة، ايوه غاب عنه الإحساس، غاب عنه الإدراك، غاب عنه يعني كل ما هو سيء هو الموجود، قل كل ما هو سيء فقل عبد الله يعني يعيش سلبيا الكآبة المرض اسمع جيدا. نعم أسمعك. يعني هكذا كانت حياته. نعم والله الذي لا إله له، يعني كان يعني بمعنى كان مقهور مظلوم محقور نفسيا مدمر كئيب حزين صحيح. فقط يعيش من أجل الحياة لا شيء فيها صحيح. طيب عايد الله تعالى أنك تغير كل هذه الأمور. والله الذي لا سأفعل كل ما في وسعي، والله الذي لا أدخل جهدا في مساعدتي لن أدخل جهدا والله الذي لا إله لن أدخل جهدا في مساعدتي. طيب خير إن شاء الله تعالى، أطلب منك فقط أن تساعدني. أبشر بالخير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون. أريدك أن تأمل فيها إبراهيم. قال ربنا الله ثم استقاموا على توحيد الخالص وعبادة الله جل وعلا خالصة وأخلصوا دينهم لله ألا له الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
لا شريك مع الله، لا شريك مع الله. الله واحد لا زوج له ولا ولد. الله سبحانه جل في علاه لا ند ولا شريك له. أسلمت لله تعالى فقلها لله بقوة، وأعيد الله أن يتحرر هذا الجسد من قيود السحر، ونكون قويا على الظالمين، ونكون قويا على الصحابة والمشاوثين. الآن بإذن الله بعدما أسلم فيليب دعاة لله وسمى نفسه إبراهيم، الآن تكون الرقية بإذن الله في القاعة الأخرى خاصة بإذن الله تعالى بالعين والحسد والسحر، حتى نخترق حجب من لا زال وراء الأكمة، حتى نخترق من لا زال في حصون، فإذا صدوا اتباعا تفكر قدوهم وأقفالهم أصحابهم، فنؤكد على القلب وعلى العقل وعلى الهوى على هذه العقد بإذن الله تعالى. فيليب تقوى إبراهيم، وكذلك حم محمد وغيره بإذن الله تعالى. كل من أسلم لله أنتم الآن جنود خفاء، صح أم لا؟ أنتم الآن جنود خفاء، نحن نرقي وأنتم تفكون وتحلون، وأنتم بإذن للخير تبنون تشرقون بفضل الله عز وجل معالم النور تشيدون. أنتم الآن أحرار وأخيار وأبرار وأبهار تحارب دكينا الكافرين والفجار. الآن نواصل بإذن الله. إذن الآن إن شاء الله يرتقي إن شاء الله عز وجل إلى القاعدة مباشرة لدك العقد والحصون، وبعدها إن استدعى الأمر المسلح ينتظر أو غيره إن شاء الله تعالى أو يعجب. المهم تكون جلسات طويلة من قاعة إلى قاعة مع قوة حتى يتقوى المؤمن ويذهن الكافر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خير الله ادخل القاعة الأخرى ولها بص إن شاء الله الأخ شنو يعمل معك؟ تفضل خير، وما تمشيش من يتسلم يتكلم معك باش نعرف شنو باش. خير يلا تفضل مباشرة القاعة. السلام عليكم. السلام نتكلم معك إن شاء الله. بسم الله بسم الله. جزاك الله خير. امين خويا عبد الله، الله يسعدك. امين.